نشرح للساده المشاهدين، توقفنا لفتره لدوري السوبر، يمكن ممكن يكون الساده المشاهدين يعني نسوا او نذكرهم بنظام الدوري، الثمان فرق اللي تاهلوا، مين هيلاعب مين النهارده، نذكر الناس بنظام البطوله بعد ما رجع من التوقف. اتفضل يا كابتن. هو ده طبعا ده دور الثمانيه بعد الثمان فرق ما لعبوا مع بعض رايح جاي، دور يعتبر التمهيدي. دخلنا دلوقتي في دور الثمانية وبيعتبر ان هو بيست اوف فايف من بداية من دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي الأدوار الإقصائية كلها. تمام. كلها بيست اوف فايف. تمام. المفروض ان الأول بيلاعب الثامن والثاني بيلاعب السابع والثالث بيلعب السادس والرابع بيلعب الخامس. بالظبط، هي يعني ماشيه بهذه الطريقه. كل فرقه بتلعب الثانيه خمس مباريات، اللي بيفوز في ثلاثه بيتاهل للدور اللي بعد كده، اللي هو هيكون الدور قبل النهائي على طول. هي بيست اوف فايف، يا اما 3-2 يا اما 3-1 يا اما 3-0 ان شاء الله. نحبها 3-0 طبعا. لا ان شاء الله باذن الله يعني. لا هو بيشرح بس نظام البطوله طبعا. هي نظام البطوله بنفس الطريقه دي، واعتقد ان هو برضك في دوري كره سلة بنات برضك هيتم بنفس الكلام، بل على الفارق بقى ان دول بيلعبوا بيست اوف 3 في الادوار اللي هي الدور الثمانيه، وقبل النهائي بيلعبوا بيست اوف 3. نعم. اما الدور النهائي او النهائي الفاينل بيلعبوا بيست اوف 5 برضك، ده بالنسبه للبنات. فطبعا هو نظام دوري برضك الى حد ما في شيء من الاثاره وفي شيء من فرصه تعويض وفي شيء واللي بيكسب بيكون الافضل، عشان ما يبقاش مثلا تحت رحمه اصابات ولا تحت رحمه او غيابات زي اللي حصلت لنا في نص الموسم، انما الحمد لله ربنا سلم. فكل الحاجات دي في فرصه ان انت تقدر تعوض. صحيح صحيح. انا شايف ان هو يعني نظام الى حد ما يعني فير، وفي عدل فرصه للفرق اكتر من مره انها تعوض وان هي تكمل مشوارها.